مجلس الشيوخ الأمريكي فاجأ الجميع وصوت بقوة ضد إيران يوم أمس، وهذا التصويت هو يأتي على مقترحين قادمة من هذين الجمهوريين، وهما طبعا جيمس لانكفورد وكذلك تيد كروز. بالنسبة لهذه المقترحات، بالنسبة لتيد كروز الذي وضعه في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال بصريح العبارة بأن علينا الضغط على إيران من أجل إيقاف عملية تعاون الصين معها من بيع ومن شراء، واتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها أوصلت الأمور إلى أن إيران بدأت تبيع مليون برميل في اليوم الواحد من النفط، والمشتري الأكبر ولهذا النفط الإيراني هي الصين بكل تأكيد. ولذلك علينا الضغط على إيران بشكل كبير، وواحدة من المقترحات الموجودة هي فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وهذا الأمر سيردع الصين بشكل مباشر ولن تتجرأ لشراء هذا النفط على سبيل المثال، وهي ستزيد الضغط طبعا على الحرس الثوري الإيراني. أما بالنسبة للمقترح الثاني فهو قادم من جيمس لانكفورد كما تحدثنا. الرجل قال بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ممنوع عليه من خلال هذا المقترح أن يعود إلى الاتفاق النووي لوحده من دون مناقشة الأمور الأخرى مثل الصواريخ البالستية أو الأنشطة المزعزعة في المنطقة بشكل عام، وكذلك ممنوع عليك يا بايدن أن تعود للاتفاقية النووية وأن ترفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب. أي بما معنى ممنوع رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب بأي حال من الأحوال. أين وصلت هذه المقترحات؟ وهل صوت الحزب الديمقراطي إليها؟ والذي جرى بالنسبة إلى تيد كروز على سبيل المثال، لكي نبدأ من عملية التصويت، التصويت بالنسبة لمقترح تيد كروز جاء بهذا الشكل: 86 نعم بالغالبية الساحقة طبعا، و12 بلا. وبالتالي كان هنالك كثير من الديمقراطيين الذين صوتوا على هذا المقترح بنعم كما هو واضح مع الحزب الجمهوري. أما بالنسبة إلى جيمس لانكفورد فبالنسبة إليه أيضا التصويت كان هو بحاجة إلى 60 صوتا لكي يتم وتتم الموافقة من مجلس الشيوخ على هذا المقترح، وحقق 62 صوتا بنعم في مجلس الشيوخ، وطبعا 33 بلا، و16 من الحزب الديمقراطي ومن أعضاء الحزب الديمقراطي، وأنا أتحدث هنا الموجودين طبعا في مجلس الشيوخ الأمريكي، صوتوا بنعم إلى هذا القرار الخاص بجيمس لانكفورد. وطبعا من أبرز الديمقراطيين الذين صوتوا هم تشاك شومر وكذلك كيرستن، هذه طبعا السيناتورة المهمة جدا وهي كيرستن جيلي براند، هي أيضا كانت من أبرز المصوتين على هذا الأمر. هل هذا الأمر هو ملزم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وهل عليه الالتزام به الآن؟ لا أبدا، نحن نتحدث عن مقترحات، ولكن هذه المقترحات ستعني فيما بعد في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنها ستتحول إلى قوانين، والقوانين ستكون ملزمة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل تأكيد. وأن هذه القضية هي تعتبر أيضا مهمة جدا ورسالة مهمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مسألة المفاوضات النووية، بأن الحزب الديمقراطي غير راض أبدا على طبيعة السياسة الخارجية المتبعة مع إيران، وهذا الأمر هو بالضبط الذي تركز عليه أيضا جيسون براتسكي أحد أهم المهتمين والمختصين في الملفات أو الملف الإيراني بشكل عام. وجد بأن هذا الملف هو It's non-binding، أي أنه غير ملزم، ولكن في نفس الوقت وجد بأنه لا يعطي الدعم السياسي، سيكون هنالك افتقارا للدعم السياسي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل تأكيد. هو لا يريد الحزب الديمقراطي أن يكون مخالفا له وغير داعم له في السياسات المتبعة أو المتبعة طبعا مع إيران بشكل مباشر، وذلك لأننا علينا أن لا ننسى بأن مصادقة ومصادقة الشعب الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى هذه اللحظة هو سجل بالمصادقة 42.3%، وعدم مصادقة الشعب الأمريكي بشكل عام تأتي 52.5% إلى أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل عام. وفيما يتعلق في السياسات الخارجية بحسب Real Clear Politics كما ترون هنا، فإن طبيعة السياسات المتبعة من الرئيس الأمريكي طبعا جو بايدن أيضا الشعب الأمريكي غير مصادق عليها كما تلاحظون، كلها تأتي في السالب بهذا الشكل، وبالتالي الأمور غير جيدة، وبالتالي عليه الحذر من طبيعة ما يأتي من الكونغرس وتحديدا من مجلس الشيوخ الأمريكي في مسألة المفاوضات النووية. ولكن في نفس الوقت الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض بشكل عام بدأ يتحدث عن سيناريو فشل المفاوضات النووية، وهذا طبعا جاء من قبل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس بهذا الشكل، قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن
مستعدة بشكل متساو لسيناريو العودة إلى المفاوضات النووية والاتفاقية النووية، وكذلك مع فشل المفاوضات النووية. نحن مستعدون، وعلينا أن ننتبه بأن الأمريكيون الآن أصبحوا مستعدين ويصرحوا بهذا الشكل بعد أسبوع واحد فقط من المحادثات الاستراتيجية التي جرت في واشنطن مع الوفد الإسرائيلي الذي جاء على رأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. وهذا الأمر سرب عنه تفاصيلا باراك رافيت الذي ترونه بهذه الصورة. هذا الرجل سرب تفاصيلا جاءت من المحادثات الإسرائيلية الأمريكية فيما يتعلق بالمسائل الإيرانية، ونشره على موقع أكسيوس الأمريكي، وقال: قال لي مسؤول إسرائيلي كبير مناقشات هولاتا مع سوليفان. هولاتا هو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وجيك سوليفان هو طبعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، كانت تركز إلى حد كبير على إيران بما في ذلك التحضير لواقع محتمل حيث لا عودة للاتفاق النووي. وعلينا أن ننتبه بأن إسرائيل على ما يبدو تفادت الكثير من الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، والواضح بأن إسرائيل استغلت تماما العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني، استغلتها بشكل كبير، وهذا بدأ يصبح واضحا أساسا من 25 من مارس الماضي عندما نشرت بهذا الشكل، أو 23 من مارس الماضي بحسب طبعا كما ترون يدعوت أحرنوت، هي نشرت بهذا الشكل وباللغة العبرية بأن هنالك ضباطا إسرائيليين سابقين يدربون الأوكرانيين في داخل الأراضي الأوكرانية من أجل محاربة الدخول والعملية العسكرية الروسية. وهذا الأمر طبعا تأكد بعد يومين من قبل التايمز أوف إسرائيل باللغة الإنجليزية بهذا الشكل، وبالتالي تأكدت مشاركة الإسرائيليين في هذه المعركة. ليس هذا فحسب، بل إن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت الآتي يوم أمس حول هذا الموضوع: في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي أزوف. وعندما نتحدث عن مقاتلي أزوف في كتيبة أزوف، والحديث هنا والإشارة هنا بشكل مباشر إلى ما يجري في ماريوبول المطلة على بحر أزوف، ونتحدث عن مصنع أزوف ستال الذي حتى هذه اللحظة تعتبر قضيته قضية شائكة للغاية، والنظر هنا إلى أن هنالك إسرائيليين أيضا وكذلك ضباطا أمريكيين وغربيين بحسب التقارير الروسية بأنهم موجودون هناك بكل تأكيد ويحاولون أسرهم، أو حتى في بعض الأحيان يتحدثون الشيشانيون طبعا عن قطع رقابهم. وهذه القضية على الرغم من أن كل هذه التفاصيل تأتي توضح بأن الإسرائيليين الآن سعيدين بأن المفاوضات النووية الإيرانية وصلت إلى حد، إلى نهاية، إلى خطر كبير جدا، هي أخبار سعيدة بالنسبة إليهم وبأنهم تمكنوا من الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت هي أخبار سيئة للغاية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن إحدى الوعود التي طرحها هي العودة إلى الاتفاقية النووية. بغض النظر ما هي الظروف وما هي الشروط التي وضعت من إيران، إن لم ينجح في العودة إلى المفاوضات النووية فسيسجل هذا عليه بأنه أخفق في عملية وعده في هذه القضية، وسيزيد الضغط عليه بشكل كبير، وذلك بسبب السياسات التي تبعها مع إيران بشكل مباشر، حيث إن اليوم نشرت رويترز تفاصيلا قادمة من 4 مسؤولين أمريكيين قالوا بأن زيادة أسعار النفط الآن مع سماح الولايات المتحدة الأمريكية وعدم التجديد في تصدير النفط وبيع النفط من قبل إيران إلى الصين وإلى غيرها من الدول جعل إيران أن تماطل بشكل كبير في المفاوضات النووية. ووصلنا إلى النقطة التي نتحدث فيها بأن المفاوضات النووية وصلت إلى الفشل، وما يزيد الطين بلة هو ما يجري مع روسيا وما نشرته طبعا ماركتس إنسايدر التي أكدت بأن الروبل الروسي على الرغم من كل العقوبات هو وصل إلى أعلى مراحله وإلى أعلى نسبه منذ 2 والآن بالنسبة إلى الروبل، ولكي نفهم الروبل الروسي الآن ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بالدولار الأمريكي، وارتفع بنسبة 5.8% مقارنة باليورو منذ 2، وهذه طبعا مفاجأة كبيرة جدا. أين هي العقوبات؟ أين هو الضغط؟ الأمور واضح جدا بأنها لا تؤدي إلى طريق بالنسبة إلى حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الروبل بدأ يأتي عكس الطريق، بل إن الروس مستمرون في عملية الضغط وفي المعارك. اليوم جاء هذا المقطع المصور
من مدينة إيزيوم التي تعتبر الآن نقطة انطلاق على إقليم دونباس، وهي توضح بأن هذه المنظومة الدفاعية المهمة بوك أم 3 قد دخلت إلى إيزيوم الآن هذه المنظومة الدفاعية، وبالتالي الروس بدأوا يخططون إلى خطة كبيرة بعملية رغبة في التقدم وإنهاء المعركة التي تجري في إقليم دونباس، بل إن الأمر تطور إلى أكبر من هذا الشيء، حيث إن على سبيل المثال كما تلاحظون هنا وهذا هو الشيء الأكبر كان قادما من ديفنس إكسبرس التي أكدت بأن منظومة أخرى وهي منظومة متعلقة من المدفعية الثقيلة ومن الهاون العملاق الروسي وهو تيول بان الذي ترونه 240 ملم قد دخل أيضا إلى مدينة إيزيوم بهذا الاتجاه، وهذه طبعا مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهذه المعارك التي تجري. بالنسبة لهذا الهاون العملاق هو يأتي بهذا الشكل كما تلاحظونه، أدخلت عليه وأدخل على هذا الهاون خاصية استخدام الليزر في عملية القصف، أي أنه أصبح دقيقا لديه قدرة تدميرية هائلة، وبالنسبة إلى السبطان الخاصة لهذا الهاون العملاق يصل طولها إلى 5 متر كما تلاحظون، وكذلك أن المدى لهذا المدفع يصل إلى 18 كيلو مترا، يستطيع استهداف وضرب الأهداف على مسافة 18 كيلو مترا، وبالتالي عندما تخلط وتجمع هذه الأمور مع القدرات الليزرية فإن دخول هذا الهاون إلى المعركة واستدعاء روسيا إلى هذا الهاون قد يعني الكثير في هذه المعركة. وعلى هذا الأساس إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لكي نتعرف ما الذي يعنيه دخول هذه المنظومات بشكل عام إلى مدينة إيزيوم، هنا كما تلاحظون بهذه الخريطة هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس بهذا الشكل، وطبعا هذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، وبالنسبة إلى السيطرة من قبل القوات الروسية هي تأتي بهذا الشكل تقريبا، وكذلك تأتي بهذا الشكل التقريبي كما تلاحظون في لوغانسك التقدم كبير جدا، وفي دانييتسك كذلك لا زال هنالك كثير من العمل المطلوب، وهنا تأتي هذه المنظومات ودخولها إلى هذه المعركة لأن التركيز يأتي على هذه المنطقة التي ترونها في هذه العمليات التي سنتعرف عليها الآن. دعونا نقترب من هذه المنطقة ومنطقة العمليات التي دخل إليها هذا الهاون الروسي الذي نتحدث عنه مع هذه المنظومة الدفاعية الجوية المهمة للغاية، وبالتالي عند الاقتراب الآن بالقمر الصناعي إلى هذه المنطقة وهذه المنطقة التي تجري فيها الكثير طبعا من المعارك الآن التي بدأت حقيقة في الساعات الماضية، هنا كما تلاحظون هذه هي كراماتورسك وهذه هي سلوفيانسك بهذا الاتجاه، وكذلك هنا ليمن، هذه كلها مناطق سيطرة إلى القوات الأوكرانية، وهنا سوفرودانييتسك، وكذلك هذه المنطقة روبزن التي سيطرت عليها القوات الروسية، وبالتالي هذه منطقة أخرى أيضا مهمة جدا وهي نوفوروتشيك بهذا الاتجاه، وبالتالي لا زالت سيفرودانييتسك بكل تأكيد هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية. القوات الروسية طبعا هي تضغط بشكل كبير في هذه المنطقة، وكما تحدثنا بأنها سيطرت على روبزن تقصف إلى غرب سيفرودانييتسك وهي في مراحل اشتباكات كبيرة تجري هنا في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها. بالنسبة إلى منطقة إيزيوم التي تحدثنا عنها الآن هذه هي مدينة إيزيوم التي دخل لها هذا الهاون العملاق الروسي، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن المنظومة الجوية ومنظومة الدفاع الجوي بوك أم 3 هي دخلت إلى هذه المنطقة من أجل تأمين هذه المنطقة على المستوى الجوي، أي بما معنى أن لو حاولت القوات الأوكرانية من الدفاع عن هذه المناطق من خلال المهاجمة بالطائرات المسيرة البيرقدار على سبيل المثال أو بالمدفعية أو غيرها، فإن هذه المنظومة هي قادرة على تغطية القوات الروسية وقادرة بالدفاع عن هذه المدفعية الثقيلة التي دخلت الآن إلى هذه المنطقة، وبالتالي يجب أن ننتبه ويجب أن نعرف أن المهمة ليست سهلة بالنسبة إلى القوات الروسية، هي عليها الاقتراب من هذه المناطق التي لا تسيطر عليها بشكل كامل وتصل إلى نقطة معينة بهذا الاتجاه، لأننا كما تحدثنا المدى لهذا الهاون العملاق الروسي هو يصل إلى 18 كيلومترا، وبالتالي هو بحاجة للتواجد بمثل هذه النقاط على سبيل المثال لكي يضغط على مسافة 10 أو 11 كيلومترا للضغط على سلوفيانسك بهذا الاتجاه، وبالتالي عند الضغط على هذه المنطقة وبقصفها بالمدفعية الكبيرة والواضح بأنهم سيعملون على هذا الأمر وكذلك على ليمن قد يعني انتهاء هذه المعركة في الفترة القادمة، مع التذكير بأن 48 ساعة الماضية أكدت بأن هنالك 22 كتيبة روسية وصلت إلى إيزيوم أيضا، وبالتالي هنالك رغبة في إنهاء المعركة في هذه المنطقة بسرعة في دانييتسك وكذلك إنهاء ما تبقى في
في لوغانسك كما نتحدث الآن، وبالتالي الظروف فعلا صعبة وصعبة للغاية على الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الفترة، ويظل التحدي الأكبر حول ما الذي ممكن أن يتطور وكيف من الممكن أن تكون الأمور في مصلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهل بقي مجالا لمعالجة هذه الأمور.